فينا من واشنطن ريتشارد تشارلز دي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. أهلا وسهلا بك معنا سيد ريتشارد. يبدو بأن هناك انقلاب على المقترح الأول، لماذا انقلبت واشنطن وتقلص المقترح وأضيفت إليه شروط تبدو بأنها شروط نتنياهو نفسه؟ من هذا التلخيص أنا أرى أن هناك تغيير فيما يتعلق بما حصل الآن وما اقترح في السابق. حماس أصرت على أن يكون وقف إطلاق النار شامل وكامل، ويبدو من المقترح الجديد الذي نناقشه أن هناك وقف إطلاق نار مؤقت، وهذا متماشي مع 6 أسابيع أو شهر ونصف، وهذه الفترة التي تحدد الفترة الأولى من الخطة. أحد الأمور التي إسرائيل وحماس أيضا تشدد عليها الموقف السياسي، وهذا ليس أمرا غير معتاد عندما نتعامل مع المفاوضات من هذا النحو ومسار التفاوضات أيضا. وأظن أن ما تهتم به إسرائيل هو الاستمرار بالسيطرة على معبر رفح، وأن تستمر بأن تتواجد في محور فيلادلفيا. وأيضا هناك أيضا من يفسر أنه في المرحلة الأولى كما وضعت سابقا أن إسرائيل سوف تزيل نفسها من المناطق المدنية. مرة أخرى هذا أمر يعود لتفسيرات مختلفة، لأن من الواضح أن محور فيلادلفيا ليس مأهولا حاليا، أو على الأقل ليس مأهول بنسبة كبيرة وكثيفة. فالفكرة هي أن كل هذه مجالات تطبيق بحاجة إلى أن تحل، وجزء من المشكلة بالتأكيد هو أن نتنياهو الآن يخضع لضغط من النظام حاليا، وفيما يتعلق أيضا بوزير المالية إيتمار بن غفير، وأيضا وزير الأمن الذي أيضا يهدد بمغادرة الحكومة، وفيما يتعلق بفشل هذه الحكومة. واشنطن لماذا تتعرض؟ هناك ضغط على نتنياهو، هذا مفهوم، لكن واشنطن لماذا تستجيب لشروط نتنياهو بهذا الشكل؟ أظن أن ما يحصل هو أننا نرى أن واشنطن ربما تعمل بشكل مبدئي لمحاولة أن يكون هناك حل معتدل. فبالتالي ما تطالب به إسرائيل هو أن تحافظ على مبادئ متعلقة بالأمن وعدم السماح لحرية التنقل في غزة، وهذا أمر سوف تشدد عليه إسرائيل بالإضافة إلى محور فيلادلفيا. لا أظن أننا سوف نصل إلى اتفاق إلا إذا تمت هذه الشروط المتعلقة بمحور فيلادلفيا، المهم جدا بالنسبة إلى المعابر الموجودة بين غزة ومصر، وما كانت تدعوه إسرائيل نقل الأسلحة بطريقة مستمرة عبر هذه المعابر لحماس. فما تحاول القيام واشنطن به أو قد تحاول القيام به أيضا هو استخدام هذه المحفزات الإيجابية ربما، وعدم استخدام الأمور السلبية فيما يتعلق طيب بإسرائيل. أنت تسميها محفزات، هناك من يسميها مناورة، هناك من يسميها كسب للوقت، تماشي وتماهي يعني بشكل واضح مع كل خطط نتنياهو في الاستمرار في الحرب في قطاع غزة، وهذا ينافي أيضا القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي دعم الرؤية الأمريكية في المقترح الأول والتي بنت على مقترح إسرائيلي. كيف سيؤثر هذا الموقف المستجد لواشنطن على دورها كوسيط في هذه المفاوضات؟ أظن أن هناك مجالات يمكن نتنياهو أيضا أن يكون له فيه تأثير إيجابي أيضا. ربما على سبيل المثال فهو لديه أيضا إمكانية فرض الضغوطات على المستوطنين في الضفة الغربية، يمكنه استخدام هذه الورقة إذا كانت مفيدة بالنسبة له في المفاوضات وفي الاتفاق عبر القيام بهذا الأمر.
إسرائيل لطالما أيضا استخدمت هذه الطائرات الحربية ولم يتم تصديرها إلى دول أخرى، فربما هذه بطاقة أخرى قد تستخدم. وليس لدي معلومات سرية عن الموضوع، ولكن ما أحاول تفسيره هو أن هذه أمور يمكن حلها، والوضع الأمني فيما يتعلق بإسرائيل يمكن التعامل معه بطريقة مختلفة قد تعكس هذا التوتر وهذا القلق تجاه وضعهم الأمني. فهذا أمر على المفاوضين الخبراء، كما قال وزير الخارجية بلينكن، يعملون على هذا الموضوع الآن، وهو متجه إلى القاهرة. وأيضا في هذه النقطة، يعني أن يكون بلينكن منحازا تماما لإسرائيل هذا مفهوم، لكن أن يحمل حماس مسؤولية أي فشل في هذه المفاوضات، هل يبدو لك الموضوع منطقيا؟ وبأنك ذكرت مصر وقطر، ما المتوقع في تقديرك؟ موقف حماس ليس واضحا فيما يتعلق بعدد الأسرى الذين يحتجزونهم ومن منهم على قيد الحياة، ويمكن حل هذه المشاكل بشكل كبير عبر الإفراج عن الأسرى. ففي البداية هذه الخطوة الأساسية وهي الإفراج عن الأسرى، والتي لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأنها بشكل واضح. أظن الموقف الأمريكي أن إسرائيل لديها الحق بالدفاع عن نفسها المضمون لديها بحسب الميثاق الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية عدد كبير من الشعب مستاء تجاه نسبة العنف وخسارة المدنيين في غزة كجزء من الرد الفعل الإسرائيلي ضد حماس. وموقف الحكومة الأمريكية لم يتغير، ولا أتوقع أن الموقف سوف يتغير. أظن أن هذا لن يتغير من ناحيتنا، ولكن مهما كانت نتائج الانتخابات الأمريكية، فالفكرة هي أن الشعب الأمريكي يحاول دفع إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وبذل الجهود على الرغم من أن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية، هناك جهود لدفعها خاصة في العمليات العسكرية لتجنب المدنيين، لا يقومون بعمل جيد في هذه الناحية. فبالتالي للتعامل مع إسرائيل أتوقع أنه من الأفضل أن يكون هناك مقاربة من ناحيتهم بطريقة إيجابية بدلا من التصدي لهم وتصدي لنتنياهو بطريقة مباشرة، لأن إسرائيل تحاول الرد بطريقة سلبية عندما يحصل هذا النوع من الاستراتيجية. فبالتالي هذا هو الموقف الأمريكي برأيي. شكرا. ويبقى من غير الواضح بالنسبة لي إذا كانت أمريكا سوف تحقق أي إنجاز في نهاية هذا الأسبوع فيما يتعلق بالمفاوضات بسبب التفسيرات المختلفة والتغييرات والظروف التي نشهدها والضغوط الداخلية في إسرائيل وأيضا مع حماس. يجب أن نتذكر أن إسماعيل هنية، الذي كان يعد شخصا براغماتيا وقائدا مهما في حماس قبل اغتياله، فلا أقول أنه مفاوض أم لا، ولكن هو براغماتي بشكل معين. يعني الغريب فقط في تعقيب يا سيدة ريتشارد بأن وزير الخارجية يقول على الجميع تجنب اتخاذ خطوات أو إجراءات تصعيدية أو تصعد وتيرة العنف في المنطقة، لكن لا يرى ما تقوم به إسرائيل من عمليات اغتيال واستهداف أيضا للمدنيين في جنوب لبنان. شكرا جزيلا لك وأيضا في غزة. من واشنطن ريتشارد تشارلز دي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. شكرا.